مساء الخير، حلقة التلات البوصلة. امبارح كنت عايز يعني اكمل لكم جزء مهم جدا للي توقف معانا مع نهاية الحلقة. يعني الجزء اللي شرحته في النصف الثاني من الحلقة انه كيف يعني ابتدع الشيخ خضر حسين في الحوار مع العقلانية اسلوبا استمروا عليه كسنة بالنسبة لهم لحد النهاردة، لأنه زي ما قلت لكم امبارح هو أراد أن يشوه الشيخ علي تشويها كاملا، فاكتشف أن في جزء في الكتاب مليء، يعني كل الأدلة التانية اللي رد عليها ممكن يطلعها أصلا ابتداء من الكلام هي ضد الدين، واتخذ عليه هزوا ومش عارف إيه ويرى بمرآة غيرة كل اللي قالوا عليه. لكن لما يكون في جزء عذب جدا ورقيق للغاية في مدح الرسول، دي تعمل مشكلة لزي الشيخ الخضر حسين والخط بتاعه لحد النهاردة. فنعمل إيه مع الشخص التاني اللي احنا عايزين نقول للناس كلها الحق ده بيشوه الدين وعدو للدين، فجأة يلاقوه بيدافع عن النبي ده بيحصل لحد النهاردة. طب نعمل فيه ايه؟ نقلب المدح بتاعه دهاء وذكاء وخبص وستر وتخبية ومداراة وكل ألعاب الدنيا نقولها عليه وندخل في قلبه ونحكم عليه، في مقابل انه ما ينفعش نسيب الجزء ده متاح كده انه يلمس قلوب من يقرأ كتاب الشيخ علي، فنروح في داهية كلنا الحقيقة يعني اللي هم يعني. نرجع نكمل الجزء البسيط اللي أنا عايز أكمله، لأنه هيورينا برضو في السياق الكبير كله إزاي تم يعني إهداء المجتمع هذه الهدايا. خلاص، فهو بيقول الكلمة اللي أنا السطر اللي أنا ختمت امبارح: علم المؤلف أن الرأي الذي حام عليه في الأبواب الماضية، اللي هو بيتكلم عن الشيخ علي، وشمر عن ساقه ليخوض مستنقعه في هذا الباب، رأي لا يتلقاه قراء كتاب الله إلا بالرفض، ولا يعدون صاحبه إلا في زمرة من يتخذون آيات الله هزوا. هو عايز يحكم إن ده رأي الناس في الشيخ علي، تمام. طب ومدحه للرسول لو هو كاره للدين ويعني مرتد بس إلا شوية؟ فقال لك إيه بقى: فكان من دهائه ولطف سحره أن أطلق قلمه في مدح رسول الله والثناء عليه. من الدهاء والسحر والخبص وعداء الدين انه بيمدح الرسول، شفت الجمال؟ ماشي. من جهة يرى ان بص، ده اللي انا مكملتوش بقى امبارح، ده اللي عايز اكمله النهارده. من جهة يرى ان الاطناب فيها لا يمس برأيه. يعني ايه الاطناب؟ الف طه نون الف به. الاطناب يعني الزيادة قوي، يعني هو جه في حتة وقال لك انا هدوس على الاخر بقى، هعمل ايه يعني فول باور، هكتب في الحته دي. ليه؟ هو بيقول لك هو جه في حته يرى، من جهه يرى ان الاطناب فيها لا يمس برايه. يعني هو قال يعني الشيخ علي فكر ازاي؟ شفت التشويه يعني؟ بس افتكر التشويه، هو دخل جوه عقله ونيته وخد مكان ربنا. المهم الشيخ علي فكر ازاي؟ هو قال لك انا عمال اطلع الرسول مش ملك ومش سلطان وملوش حكم وهو رسوله بس، قال يعني ده عداء للدين. فانا لما اجي في حته اقول ده عظيم وكان بيصرف الارواح وبيصرف وافضل اطنب فيها ازود فيها قوي الحته دي، مش هتضرب رايي الاصلي، وابقى انا كده فلت من الايه، من الخيه، ما يعرفوش انا بقى ازاي بكره الدين في نفس الوقت بمدح الرسول. ده المفروض بقى الشيطان اللي داخل الشيخ علي للاسف. يعني رغم ان الشيخ علي كان رجلا صافيا نقيا كتب ذلك بنيه صافيه فيما نحسبه، وقال في كل الكتاب وعرضه مش بس في مدح رسول الله أفضل كلام ممكن يقال عن الإسلام وعن الرسول، وإن الشيخ الخضر حسين هو الذي كلامه قولا واحدا شوه الإسلام، واللي يقول لي كلمة تشويه إزاي وبتاع أطلع له الورق على طول يرجع الأسبوع اللي فاته خلاص، وإنه في اللحظة دي أو في اللقطة دي في صفحة 143 بيتخذ دور الإله وبيحكم على قلب وطريقة تفكير وخبص ودهاء الشيخ علي اللي هو في نظره شيطان. نكمل. خلاص، من جهة يرى أن الإطناب فيها لا يمس برأيه ويمثل، بص بقى دي كمان، وبمثل، مش يمثل، وبمثل هذا الرياء. بفكركم بس معلش لأن ده مهم جدا، لأنه اداله المجتمع فوق بقى الأربع حاجات الأساسية اللي كون بيها الإرهاب، اللي كون بيها الإرهاب، كلامي واضح؟ لا، في هدايا بقى للمجتمع إزاي يشوه الطرع عقلاني ويبصله، ازاي ياخد الدور ده هو يدخل على القلوب ويحكم وانا ربنا يحكم كإله. فتخيلوا يصل به الجرأة بل الفجور في الخصومة، مع انها خصومة فكرية لصالح الدين المفترض، انه يقول عليه وبمثل هذا الرياء.
الرياء اللي هو النفاق. وافكرك بس لقطة كده دايما بقولها، لان حواراتي مع الطيار ده لا تنتهي. يعني ربنا في القرآن قال لي سيدنا محمد بحاله صلى الله عليه وسلم: ولا تعرفنهم في لحن القول. بيقولوا ازاي ممكن تعرفهم من غير ما هقول لك اسمائهم؟ وبعد التوقع ده مين فيهم المنافقين مين فيهم مش منافقين، قال له: ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. خلي بالك، سيدنا محمد بيتقال له في اللي حواليك مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني المنافقين المفترض، المنافقين الرول موديل، النموذج، النفاق الحقيقي اللي هو ايام النبوه، وقف يصلي ورا النبي رياء، وهو القران قال يراؤون الناس، خلاص. قال له مش هتعرفهم، مش هتعرف تخش قلوبهم، لانك سيدنا محمد مش ربنا، انا اعرفهم لا تعلمهم نحن نعلم. خلاص ده كده يعجبك الحوار ده، ده ربنا وسيدنا محمد اللي هو ايه مفيش بعدهم. فاتضح بقى ان في شريك تالت ليهم يعرف، بقى يعرف زيه زي ربنا مين المنافق ويدخل في قلبه. تقول لي مين؟ اقول لك اهو بشهادته، الشيخ علي عبد الرازق يشترك مع الله، استغفر الله العظيم طبعا، في معرفة المنافقين في صدورهم، بلاش، في معرفة ما لم يعرفه رسول الله. الشيخ علي، الشيخ خضر حسين، الشيخ خضر حسين حاجة كبيرة قوي ظاهر، احنا مش عارفين يعني. فقال لي وبمثل هذا الرياء حكم حكم إلهي، ما يحكموش غير ربنا على الشيخ علي انه منافق ومرائي في مدح رسول الله وبالعموم. شفتوا الحلاوة؟ وبمثل هذا الرياء، بيتكلم عن الشيخ علي، يمكنه اقتناص بعض أو بعض المستضعفين من الأطفال والبله. خلي بالك، حتى اللي صدق الشيخ علي مشتوم. لذلك أنا اخترت الشابتر ده بليغ بلاغة في التعبير عن الطيار ده، يعني مفيش أجمل من كده والله. عارفين بجد سقراط لما قال تكلم حتى أراك، الطيار ده ما تسكتوش والله العظيم. ولذلك أنا بفرح أول ما يطلعوا يتكلموا ويطلعوا أجمل حاجة، خليه يتكلم بس عشان الناس تعرفوا أكتر وتعرف إن إحنا صادقين في حكمنا عليهم. فتخيل هو حكم على بقى إيه اللي صدق حتى بعد كل اللي عمله بقى فيه. المفروض الشيخ خضر حسين يعني هدم أساساته وورى لهم نفاقه، فلسه في ناس بتصدقوا، لسه في ناس مقتنعة على الشيخ علي عبد الرازق رجل عظيم، خلاص. فبيقول لك إيه، يمكنه اقتناص بعض المستضعفين من الأطفال والبله. البله جمع صعب شوية لكلمة أبله، يعني بدل بلهاء تتقال بله، خلاص. فكل بيصدق الشيخ علي في نظر الشيخ خضر حسين أيامهم ودلوقتي يا أبله يا طفل. هيا شكرا لاحترامك يا شيخ خضر حسين، ربنا يكرمك. هاي حاجات يعني من الحاجات الرفيعة، خلاص. ولعله لم يمد حيالته، يعني ايه حيالته؟ يعني محتال. انا قاصد الشابتر ده والله وقاصد اشرحه، بيتكلم على الشيخ علي انه منافق ومحتال، محتال نصاب بالكلام. شفتوا الاحترام؟ شفتوا الاخلاق؟ ولعله لم يمد حيالته إلا قانعا بمن يقع فيها أو بمن يقع فيها من أمثال هذه الطائفة. يعني يقول هو ما عملش الاحتيال ده إلا عنده قناعة إنه بعض هذه الطائفة اللي هم الأطفال أو البلهاء، البله يعني، هيقعوا في شراكه بقى ويصدقوه، خلاص. أما الذين، الناس بقى الكويسة اللي هم الحمد لله في نظري أنا ربنا سد قلوبهم عن الإسلام، اللي يشوف إن الشيخ علي مضر وعدو الإسلام ربنا لغى بصيرته عن الدين أصلا. أحب أقول لك يعني بصوا بقى هم في نظر الشيخ خضر حسين إيه. أما الذين ينظرون بنور الحكمة، الله أكبر، فإنهم يزنون الكتاب بروحه المطلة من خلال سطوره، كتاب الشيخ علي، يفهموه كده بوزنه
بروحه المطلة من خلال سطور إن هو عدو وكاره ومرتد وليس أبدا محبا للإسلام ولا للرسول. فالناس دي بقى اللي هم شايفين كده ما شاء الله عليهم، يعني أنا بقول لك إن هم ربنا خد منهم البصر والبصيرة عن الدين، في نظر بقى الشيخ الخضر حسين ينظرون بنور الحكمة، مش لاقي تعبير عن انعكاس وانقلاب الحقائق للشكل ده. يعني الدرجة دي يعجز معها اللغة، إن اللي شايفين الشيخ علي عدو للدين بقى هم اللي بينظروا بنور الحكمة. مش قادر أتكلم خلاص. وإنك لتجد، بص بقى إيه الجملة الأخيرة بقى، وإنك لتجد في هذه الجمل اللي هي قالها الشيخ علي عذباء جميلة على رسول الله. بيقول لك وإنك لتجد في هذه الجمل من الغلو في الوصف، غلو، خلي بالك من كلمة استخدامه لكلمة غلو، ها، من الغلو في الوصف ما لم يذكره النبي عن نفسه، وإنما علق، بص بقى بص الاتهام ده كمان يعني يلا بكمالت لأنه بيتقال لحد النهارده، وإنما علق بقلم المؤلف، يعني الأوصاف دي كأنها مسكت في القلم كده وكتبت، من أثر ديانة أخرى. شفت وصلنا لفين؟ أنا عايز أشرح دي باستفاضة، فهم يعني الفاصل، هطلع فاصل ده وارجع. شفتوا الفجور في الخصومة ممكن يوصلنا فين؟ شفتوا كسب المعركة ممكن يخلي واحد بقيمة انه يبقى شيخ الأزهر يصل لفين؟ انه يكسب المعركة بأي طريقة كانت، يعني أخلاقية او غير ذلك. شفتوا ممكن التيار ده يطعن اللي قدامه وصولا لفين؟ جيبوا بقى الأسبوع اللي فات كله، مش بس قال عليه اتخذ آيات الله هزوا، ولا قال عليه متأثر بالثقافات الغربية، ولا قال عليه يرى سيرة النبي بصبغة غير صبغتها الحسنى، ولا بس اكتفى أنه يقول عليه عنده رياء ومنافق، ولا اكتفى أن يقول عليه عنده دهاء ولطف سحر وذكاء وخبث وهو أصلا عدو للدين. لا، ده وصل لمرحلة إن يقول عليه كمان محتال، محتال، ها؟ وعشان يختمها قال لك إن هذه الأوصاف التي مدح بها النبي علقت بقلمه، يعني كأنها جواه وطلعت، يعني طلعت طفرا منه، مش قادر ما يكتمهاش من أثر تأثره، يعني هو الشيخ علي، بديانة أخرى فيها الغلو. عشان كده اختار كلمة غلو. ليه اختار كلمة غلو؟ عشان كده قلت لكم الشطر ده اشرحه ولو خد الحلقه كلها. عشان ربنا في القران، لان اهل الكتاب زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا مؤمنين بالله تعالى وباليوم الاخر واصحاب كتاب وليسوا كفارا. فربنا كان بينعى في الخلاف الظاهر بين بعض اهل الكتاب فيما سبق ايام الرسول، ايام عيسى النبي بعد وفاته يعني، وبين الله في مسائل خاصه جدا في العقيده لا تجعلهم أبدا كفارا. فقال لهم في آية من الآيات: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنرجع لموضوعنا، هو اختار غلو عشان يلمح بغمز، غمز غير عفيف ولمز نهى ربنا عنه في القرآن بالمناسبة بين المسلمين، إنه يعني يبقى فيه هذه الأشياء، فيلمح إنه غلو يقصد بيها طبعا محبة أهل الكتاب لسيدنا عيسى، فيقول إن علي عبد الرزاق بيقلدهم في الغلو متأثرا بهم. تهمة هي ليست تهمة في الأصل، لكن تهمة عند من يعتقدون أن أهل الكتاب كفار. إذن الشيخ علي عبد الرزاق متأثر بمين؟ افهم أنت. فده طعن في الشيخ علي وطعن في ديانة، عشان تعرفوا منين جي أصول الأزمات الاجتماعية اللي في مصر، بالذات مصر، مش هقول لك الوطن العربي، مش بس أيام أحداث الزاوية الحمراء ورئيس السادات، وإن كانت هي دي الأسباب، أسباب مشتعلة، لكنها بدأ من قبل. المجتمع اللي كان متسامح جدا
كان بدأوا يبوظوا الأساسات دي جواه، إن الغلو ده مش إحنا، ده التانيين، التانيين اللي هم كفار التانية. واتهم كمان الشيخ علي، وده مش اتهام بمعنى أن الديانة المسيحية سبة، لكن فكرة أن تقول على شيخ معمم في الإسلام أو بالعكس على قسيس يلبس اللبس، لبس القصص، اللبس الكنسي في المسيحية، أنه متأثر بالإسلام أو العكس شيخ في الإسلام متأثر بالمسيحية، هذا خطأ وإشعال للوضع الاجتماعي وإشعال للفتنة الطائفية 100%. مين اللي عمل كده يا فندم؟ الشيخ الخضر حسين في رد الأزهر الرسمي اللي بقى بعد كده هو نفسه شيخ الأزهر، عشان محدش يقول لك دي الجماعة الإسلامية على أساس الزاوية الحمراء. لما الست عملت الغسيل الرئيس السادات قال لك كده في مجلس الشعب، كان برضو راجل لطيف. خلاص، لا لا لا، الأصول قبل كده كتير، حتى في هذا المجتمع اللي كان فعلا في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات متسامح، بتضرب أساساته واحدة بعد التانية عشان لما يجي الوجه الزاعق بتاعه في السبعينات ما يبقاش غريب، ما يبقاش نفتشطاني، لا لا لا، ده بيكلم ناس هم عارفين هو بيقول لهم إيه. فخلى الراجل متأثر بالمسيحية بالغمز واللمز، وهي المسيحية ديانة أهل كتاب مفضلة وفوق رأسنا، ولهم كتاب سماوي وديانة سماوية معترف بها من الله نفسه مش مني. فرح رمي بالتهمة دي على إنها أصلا تهمة، ورح طعن معاه المسيحية إن هم أهل الغلو وأهل وأهل وأهل. شفتوا وصلنا لفين؟ عشان بس الراجل مدح رسول الله. عشان كده هم دايما الطيار ده واللي زيه عندهم عداء مع الصوفية، لأنه طبعا الصوفية دايما بقول الكلمة دي معلش اللي بيتابعني حافظها، لأن أنا دايما بحب، لأن في ناس بتحبني قوي أو بتحترم كلامي فبتاخد كلامي على أنه يلا مصدق، فيروح رايح لأي واحد صوفي دلوقتي. الصوفيين الآن في منهم طبعا بقايا خير، خدها مني كده، ليسوا مشاهير. افهم أنت بقى كلامي، الصوفية اللي هم الصوفية ليسوا المشاهير، دول أقطاب عظماء تدور عليهم أنت بقى وتعرف نقائهم بقلبك، لكن صوفية مش هي الصوفية اللي بحكي عنها. فخد كلامي أنه لما بقول الصوفية العظماء يبقوا القدام، الرومي والحلاج وابن عربي والناس الناس الحقيقية اللي كان صافي القلب فعلا، لأن أحد المباحث الرئيسية في اللغة للبحث في كلمة صوفية أنه صوفية يعني حد تم تصفيته، لكن الصوفية بتاع دلوقتي يعني مش وقته. خلاص، فنرجع لموضوعنا، الصوفية في مدحهم القديم للرسول التيار ده بيشوفه كفر وغلو، لأنه طبعا الصوفية في البردة وما بعدها يقدر يقول في الرسول يعني كل حاجة، كل الجمال اللي في الدنيا قوله في رسولك، ايه المشكلة؟ وحتى الغلو اللي ربنا وصف في القرآن لأهل الكتاب هو مش غلو حاد بيهم إلى كفر أبدا، عمرهم ما وصفوا الكفر، لكن غلو الفكرة أنه ما خلوهوش بالحدث القلبي أو ما يعتبر حدث قلبي، الخلاف أنه بقى كأنه عقيدة فقط، وهذا خلاف يجعلهم 100% زي ما بينص القرآن في دائرة المؤمنين بالله واليوم الآخر 100%. مفيش كلام أصلا، مش أنا اللي بديهم صك الإيمان، ده القرآن وربنا. خلاص، فالراجل كل ده يا محتال يا نصاب يا خبيث يا دهية يا عدو للإسلام يا مستتر يا ما خلاش فيه يا متأثر بديانة أخرى، كل ده عشان يشوه مرحلة المدح اللي مدحها الشيخ علي عبد الرزاق العظيم النقي المحترم العقلاني المدافع الكبير عن الإسلام. كل التشويه ده طاله. طبعا بعد كده جاب له بقى أدلة أن ابن حجر في فتح الباري، مش عايز أقراها دي، انه ربنا ان الرصيف ما يتوصفش بكده، وان حكايه تصريف القلوب دي يعني داخله يعني بس بتختص بربنا. بس اخر سطر مهم، وان كنت فوتت لكم موضوع الادله اللي هو جابها دي، بص بيقول لك عشان يختم الكلام: وبمثل هذا تفقه انت يعني القارئ ان قلم المؤلف يدس في الدين الاسلامي. بص بقى الكلام الصريح بقى، عشان ما تقوليش ده هو بيتقاول على المسيحيه غمز ولمز، لا ده بيتقاول عليها وش زي ما بيقولوا كده كعادتهم لحد النهارده. وبمثل هذا تفقه أن قلم المؤلف، ده صفحة 144 بعدها بصفحة، ده آخر السطر. وبمثل هذا تفقه أن قلم المؤلف يدس في الدين الإسلامي من عقائد الوثنية. إيه رأيك؟ هناك قال لك السطر اللي قبلها من أثر ديانة أخرى، وهنا صريحة بقى بيقول لك من عقائد الوثنية ما يتبرأ منه التوحيد الخالص وتأباه الفطر السليمة أو الفطرة السليمة.
كل الشتايم دي، ما انا اسف، هي ملهاش لفظ غير انه سباب وشتائم، يا محتال يا نصاب يا خبيث يا لطيف السحر يعني خفيف السحر، يا متاثر بديانه اخرى، يا اللي بدخل عقائد الوثنيين في الاسلام، ناهيك ان هو شتم الديانه الاخرى اساسا. يعني كل ده عشان قال الرسول انما سلطانه على تصريف القلوب ومعرفه علاتها ومعرفه مكامن الحسنه والسيئه، والكلام الجميل اللي قلته في اول الحلقه او قلته في نهايه حلقه امبارح، كل ده سباب وفجور في الخصومه عشان ما يسيبش باب واحد يسمع فيه الى الشيخ علي او يظن فيه من المجموع العام انه مؤمن عميق الايمان، ودي الحقيقه، يتكلم بحب عن الاسلام. حتى يا اخي، ده للخضر حسين، يعني لو كان كلامه مخالف لدليلك وهيوصله لنتيجة انت ما تحبش، لكن تحكم باسلامه وتحكم بان هو سعى في اجتهاد ما وفي نظرك انه اخطأ في الاجتهاد. لكن شيوخك القدامى يا شيخ الخضر حسين اللي هو الفقه القديم، لما يقولوا اللي ما تقلش تقولوا اجتهد واخطأ كما قال الرسول، وتطلعوهم على درجة الملائكية. لكن حد زي الشيخ علي يجترئ على رأيي عظيم للغاية أن الإسلام لا يعرف الدولة، لم يأتي الإسلام على يد الرسول لينشئ دولة، وأن الرسول لم يكن حاكما له مطامع سياسية، وأنه لم يعرف الغزو الهجومي ولم يغزو أصلا، ولم يعرف السبي، ولم يعرف يعني تنقيح سورة الإسلام، ده في نظره يبقى كل ده محتال منافق، يرى سيرة الرسول بغير صبغتها الحسنى، مرائي، متأثر بالديانات الوثنية، يمدح الرسول بخبث ودهاء وليس من قلبه. إيه رأيكم؟ دي خلاصة كتاب الشيخ علي، مع الاعتبار الأربع أساسات الكبرى اللي هنقول بقى بكرة المرآة بتاعتها بقت فين. هتشوفوا بكرة حاجات حلوة. المهم، مين يحاسب الشيخ علي والأزهر على اللي عملوه ده؟ مين يحاسبهم على تشويه الراجل ده؟ مش بس الأربع حاجات هنناقشهم بكرة اللي ادوها أساسات للإرهاب، ومين يحاسبهم على كرة النار اللي أشعلوها حوالين الأربع مسائل دي وحوالين التيار العقلاني كله وكل ما يقوله دفاعا وتنقية لسورة الإسلام، وألقاها للمجتمع في وقت ده وقال له يا مجتمع اتصرف أنت، احنا بنقول لك اهو ده كلام الدين وده عدو للدين وانت تصرف، ورينا إفرازات المجتمع الطبيعي هتطلع ايه. طب هتطلع ايه الخلاصة؟ يعني المجتمع بيسموه في اللحظة دي الحاضنة الاجتماعية. خد كلام الأزهر الرسمي بكلام الشيخ الخضر حسين المصدق جدا واللي أهدى الكتاب لخزانة الملك فؤاد، الملك فؤاد بالمناسبة اللي كان بيحبيهم واللي عمل المادة المعروفة في الدستور 23 اللي هو المادة بتاعت الشريعة بالطريقة اللي هم عايزينها، ما حدش عدو للشريعة، لكن الشريعة مش الفقه، الشريعة مش الفقه، عايز المادة التانية بتاعت الشريعة تحكم وليس الفقه، ليس الفقه، ويجب ان احنا نفعل ده حتى تصبح قوانين، ان لا تقام القوانين على الفقه الاسلامي في اغلب حالاتي، ممكن حالة او اتنين يبقى رأي الفقه فيها موافق لرأي الشريعة، اما الشريعة ظلمت وتم سترها ستر تام بما لحقها من فقه. لكن الاهم، الشيخ خضر حسين عمل ده كله في الرجل، ومن خلال الرد ده أسس أكبر أربع أساسات ناقشناهم في الثلاث أسابيع اللي فاتوا، هنشوف أثرها في حلقة بكرة ويمكن أول حلقة في الأسبوع الجاي. وأكبر من ده كله شوه التيار العقلاني بمنهجية ما سابها هدية أيضا للمجتمع، إزاي أقدر أحكم وأخد مكان ربنا بنفاق اللي قدامي ورياؤه ودهاؤه وخبثه واحتياله وتأثره بالوثنية. تخيلوا كل ده بيتقال في الشيخ علي أو فينا لحد النهاردة، لمجرد انه قال رأي يفيد الاسلام جدا، ثم في خلال هذا الرأي يا راجل مدح رسول الله، مدح الرسول، ده يستوجب كل هذه الاهانات والخصومة والفجور في الخصومة. وبعدين اقول للمجتمع بقى يلا يا حاضنة اجتماعية، خدي بقى كل انا قلته، مش بس تشويه الشيخ علي ولا طياره، خدي كل انا قلته في خلافة، في جهاد، في حكم بالدين اللي هي الدولة الإسلامية، الدين والسياسة، وفي إن الرسول كان حاكم، وفي إن الإسلام في غزو، وفي آخر حاجة إن الشريعة ضد القانون وإن القوانين دي كافرة ومن يحكم بها كذلك،
ويجب أن نعود إلى حكم الشريعة اللي هو في نظر حكم الفقه يعني اللي هو بيسميه شريعة. كل ده الدور الحاضنة الاجتماعية، أولا تتقبل ده لو حد تاني قاله هو نفس الكلام. اتنين إنها تفرز من هذه الحاضنة من يقود هذا الأمر ويمسك كرة النار ويبتدي هو يحرق بها المجتمع كله. فالمجتمع خد الحاضنة دي أو قام بدور الحاضنة وخد كلام الشيخ الخضر حسين نصا في اللحظة التأسيسية دي، الخلافة بتنتهي، القوانين الوضعية بتتحط، لحظة تأسيسية مهمة في تاريخ مصر والوطن العربي وتاريخ الإسلام كله. وراح المجتمع بقى خد ده كله عجنه واشتعلت مشاعره بكرة النار دي وخد الأساسات الدينية العظيمة اللي كتبها في نظرهم يعني الشيخ خضر حسين، وراح أفرز بعد ده كله حسن البنا. واوعوا تفتكروا ده شخص عادي، أبو وأم وجد وعم وأساس وبذرة وأصل الإرهاب في الكون في 100 سنة اللي فاتت. هذا الشخص اللي أفرزه المجتمع بنفس نصوص وكلام الخضر حسين، حسن البنا هو المكافئ الموضوعي من المجتمع وألقاه للمجتمع في الكتاب ده. فالشيخ الخضر حسين هو المؤسس الحقيقي لحاجات كتير بقى. شوفكم بكرة ونكمل.